أذكر نفسي وإخواني بعبادة جليلة، عبادة الدعاء. تلكم العبادة التي أمر الله بها في كتابه، والتي ما قصدها أحد وخيبه الله، بل عبادة إذا قصدتها ودعوت الله بخيري الدنيا والآخرة استجاب الله لك دعاءك. قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء هو العبادة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. الدعاء قربة من الله سبحانه، فيه تتجلى رحمات الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ينزل الله في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ حتى يطلع الفجر. فالدعاء أيها الإخوة الأكارم عبادة جليلة. دعا آدم ربه فاستجاب له، قال الله تبارك وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال العلماء: هذه الكلمات هي قوله: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دعا نوح ربه: رب إني مغلوب فانتصر، فاستجاب الله له ونجاه وأغرق قومه. دعا كل الأنبياء ربهم سبحانه فكان خير مجيب، سبحان ربنا وتعالى. ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة. هكذا قال فريق من أهل العلم، وروي فيه حديث لكنه ضعيف الإسناد: ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة، لا تستعجل الإجابة، فالله سبحانه وتعالى يستجيب لك ما لم تتعجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيتحسر عند ذلك ويترك الدعاء. فلا تستعجل الإجابة، ادعو الله شهرا وشهرين وسنة وسنتين وعشرا وأكثر من ذلك، فحري بك أن يستجاب لك. ادعو الله مصليا على رسوله، حامدا مثنيا عليه، كما ذكر عدد من أهل العلم أنه يستحب في الدعاء أن تتقدم الدعاء بالثناء على الله وبالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل كان يبدأ دعاءه بقوله: اللهم رب السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والنبيون حق. فكان رسول الله يثني قبل دعائه. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث شداد بن أوس، قال رسول الله: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. هذا كله ثناء على الله، ثم اطلب مسألتك. قال: أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقبل مسألتك ربك قدم بين يدي الدعاء ثناء على الله، قل: يا رزاق ارزقني، يا كريم اكرمني، يا ذا الجلال والإكرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، أي أكثروا منها، فهي كلمة جليلة. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على دعائه،
وعلى مناجاته ليلا ونهارا، ونسأل الله أن يتقبل منا دعاءنا، ونعوذ بالله من دعاء لا يستجاب له.